السؤال الثاني يقول: ما حكم الصلاة في ثوب فيه دم أو في حالة خروج دم من بدن الإنسان أثناء الصلاة؟ إذا صلى الإنسان بثوب فيه دم يسير من حيوان طاهر في الحياة فهذا لا بأس به، أما إذا كان الدم كثيرا ورآه في أثناء الصلاة فإن صلاته تبطل، وعليه لأن هذا الدم نجس، إذا كان كثيرا فإنه يكون نجسا ويخرج ويغسل ثوبه ويصلي، أما إذا لم يعلم به إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة. سواء كان الدم من بدنه هو أو من حيوان. إذا كان من بدنه أو الدم مسفوح من حيوان، نعم، خرج من الذبيحة وقت الذبح، أما إذا كان من حيوان مأكول يعني مما تبقى في اللحم المأكول هذا طاهر، إنما إذا كان دما مسفوحا أو خرج من الإنسان نفسه أو من حيوان غير مأكول فهذا نجس إذا كان كثيرا. نعم. وأما بالنسبة لخروج الدم منه فهذا إن كان يسيرا فإنه لا يبطل الوضوء، وإن كان كثيرا فالأحوط أن يعيد الصلاة، لأن جماعة من أهل العلم يرون أن خروج الدم الكثير من الإنسان ينقض وضوءه، فكونه يعيد الصلاة أحوط له وخروجا من الخلاف. الله أعلم.